عندنا انواع صباريات، وفي عندنا انواع هجين، وفي عندنا انواع بلدي. البلدي بيعد الحبق، ظهر الشنطه، تم السمكي، هاي معروفه. الهجين في عندنا انواع كثير من الهجين، يعني مثل بوكسل، في عندك جاردينيا، في عندك انواع كثيره قرطاسي. الصباريات في عندنا انواع صبار كمان شوي، في عندك صبار ادويه، في صبار مصدر، في صبار زهره، انواع كثيره من الصبار. في عندك الوفيرا مثلا ادويه، شيء بيخرج منه ادويه، شيء يعني بتعادل شيء 40 وصفه دواء. وفي عندك انواع ثانيه، هذيك بس مصدر، يعني مصدر بيت، مصدر جمالي. انا من 3 سنوات متعامل مع الحاج ابو اسماعيل، صاحب مستر الورد بجسر الشغور. بلاقي ورد عنده مميز، طلع باليوتيوب على الورد، ومن على اليوتيوب بيجي لهون بلاقي الورد وباخده وباسعار مناسبه ورخيصه. في حال ما لقيت عنده هلق فرجيه على اليوتيوب، فرجيه هون للوردات اللي بدي اياهم بيجيب لي اياهم.